واتمنى شهر بجديد اهم الاخبار اليوم اللي عاجل وعاجل جدا ومتعلقه بكم فريق الرجاء العالمي وفريق وداد الامه. ولا باش ما نطولش عليكم ندخلوا مباشره في التفاصيل وبالتحديد من الاخبار المتعلقه فريق وداد الامه وبالتحديد من عوده اشرف داري لفريق الوداد. رسميا اليوم خرجت واحد الاخبار اللي مهمه ومهمه جدا من صحف بلجيكيه وللمفاد ديالها باللي حاليا الاداره ديال فريق وداد الامه واحد المفاوضات اللي متقدمه ومتقدمه جدا مع اشرف داري باش هذا الاخير يرجع لفريق وداد الامه في هذه الانتقالات الصيفيه. وزيدوا على حساب اخر الاخبار اللي خرجت مع عند الاب ديال اشرف داري واللي قال بالتحديد فات تصريحات بلي الابن ديالو اللي هو اشرف داري اذا كان غادي يرجع في هذه الانتقالات الصيفيه للدوريات الافريقيه فهو كيفضل باش يرجع لفريق الاهلي المصري ولا فريق وداد الامه. اما من ناحيه باقي الفرق المصريه فهو ما كيفضلش نهائيا الابن ديالو يمشي ليهم، فهو بالعكس تماما كيفضل الابن ديالو اما يختار باش ينتقل فريق وداد الامه كمركز اول او لا اذا مشاو ما اتفقش مع الاداره ديال فريق الوداد فهنايا كيحق له باش ينتقل فريق الاهلي المصري. ومن هذه الاخبار بكثره كنلاحظ واحد الحاجه اللي مهمه ومهمه جدا بلي اشرف داري في هذه الانتقالات الصيفيه يمكن يغادر الدوريات الاوروبيه ويرجع مره اخرى اما لفريق الوداد ولا فريق الاهلي المصري. ولو انا كنظره شخصيه في حاله عوده اشرف داري فكنشوف باللي بواحد النسبه اللي كبيره يمكن يختار الاداره ديال فريق الاهلي المصري. ننتقل دابا الخبر الموالي واللي متعلق بانتقال كاسيوس لفريق الوداد. رسميا اليوم الاداره ديال فريق وداد الامه واحد المفاوضات اللي متقدمه مع كاسيوس مايلولا من اجل الاخير هذا ينتقل فريق الوداد. يعني من تالي على حسب اخر الاخبار كتقول باللي هذا اللاعب هذا هو اللي كيلعب فريق تورونتو الكندي فهو بواحد النسبه اللي كبيره يمكن ينتقل فريق وداد الامه في الانتقالات الصيفيه. ننتقل دابا الاخبار المتعلقه فريق الرجاء العالمي وبالتحديد مع المدرب ديال الفريق اللي هو روسو مرزيفيكو. رسميا اليوم روسو مرخرج بواحد الاخبار اللي مهمه ومهمه جدا وللمفاد ديال هذه الاخبار بالتحديد باللي تواصل مع الاداره ديال فريق الرجاء العالمي وعطاهم جميع المراكز ديال الخصص اللي كيعاني منهم الفريق حاليا. وابرز هذه المراكز ديال الخصص اللي قالهم سيفيكو الاداره ديال فريق الرجاء العالمي اول واحد اللي هو المهاجم راس حربه واللي كيفتقدوا حاليا الفريق وزيد تحت مدافع اوسط اضافه الاخر لاعب اللي هو كخط وسط رابط. وثلاثه ديال المراكز اللي ذكرهم سيفيكو فهما كيشكلوا واحد اللاعب حاليا على فريق الرجاء العالمي وخاص الاداره ضروري تتحرك باش تحقق مع واحد اللاعبين في هذه المراكز هادو باش الفريق يرجع متوازن دفاعيا وهجوميا. المهم هادشي كاين من حياه اخر اخبار متعلقه بكم فريق الرجاء العالمي وفريق وداد الامه. ويلا تيكل معكم حفيظ وتهلا.